الليث الأبيض متى ينادي الكل يلمح الله فهرع إليه من كل وادي كي تلاقي لنا ماذا سعدت؟ من هو؟ لا 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 أعرف سألني ها؟ أتعرف؟ لا أعرف من هو؟ قل لي ليأخذ منك حجر القمر ماذا؟ النجدة النجدة ساعدوني ساعدوني فار أريد أن أرحل لا 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 نبقى هنا لا اسمع رجل قادم إلينا من يكون هذا؟ هل تريد خدمة؟ أحب أن تعرف من أنا أنا السيد بهجت من بلدة الجبل وأعمل شرطي تحري ألا فهمت؟ أهلا أنت شرطي مشهور وأنا من المعجبين بك أرجو أن توقع لي اسمك لأحفظه ذكرى أحب أن أسألك عن حجر انظر ألا تذكر هذا الحجر؟ أتذكره إنه الحجر الذي وجدته منذ 10 سنوات حسنا عرفت أنه كان ملكا لك لكن لماذا تسأل؟ هذا من الأحجار الكريمة اسمه حجر القمر حجر القمر؟ أرجو أن تخبرني أين وجدته وكيف وجدته إني أذكر تماما هذه صورة من ذلك الوقت خرجت يوما إلى منبع النهر فمررت بجبل أبيض عجيب خفت كثيرا وحاولت الهرب فوجدت حجرا جميلا يلمع في ماء الغدير هذه زوجتي أخذت الحجر إلى الجواهرجي ليقدر قيمته فوجدته حجرا عاديا وعطته زوجتي لشخص ما تقول إنك اكتشفت الحجر عند سفح الجبل الأبيض؟ تماما يا سيدي يعني إذا ذهبت هناك أستطيع أن أجمع من هذه الأحجار؟ كلا لا تستطيع لأنه يوجد ليث يهاجم كل من يقترب من الجبل سيدي 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 بهجت ماذا أصابك؟ أنا لا أحب الأسود أكرههم هل عندك طريقة لحمايتهم من الأسود؟ ها؟ طبعا لدينا طريقة إذا رآك الأسد الآن يخاف منك يحسبك طرزان خذ السيد بهجة إلى النبع العالي في نهر الجبل ليتقدم أحدكم ويأخذه إنكم جبناء تخافون من الليث الأبيض سيد بهجت Thank you.
انظر، تمساح، تمساح. هذه فرصتنا الوحيدة، هيا ننجو. الحل الوحيد أن نغادر القارب ونمشي على ضفة النهر، هل فهمت؟ احذر الصخرة، لا بد من العبور. الأسد الأبيض، الأسد الأبيض. أنت امرأة متنكرة كأفريقي، أنت من بلدة السهل. نعم، تبعتك لأحصل على حجر القمر قبلك، لكني عملت غلطة كبيرة الآن. قفي، فهمت الآن، الرجل الذي هاجمني في الفندق كان من جماعتك. ها؟ هذا صحيح، أنا معها. أنت غبي يا بهجت، كيف لم تلاحظ أنني كنت أتبعك؟ القي المسدس وارفع يديك. استسلم يا بهجت، كل احجار القمر صارت لنا. هيا هيا لينا نسرع الى منبع النهر. وهذا الرجل؟ اتركيه مكانه، سياكله الاسد عن قريب. لابد لي من اخذ احجار القمر. تمسكي بي. هي اصحى. لا تخف، لا تخف مني، انهض. قلت لك لا تخف مني، فأنا لن أؤذيك أبدا، أبدا. أما تزال خائفا مني؟ أنا أخاف؟ أنا شجاع. لا، إذن اسمعني جيدا. لا، لا تتقدم، بل ارجع فورا. هنا حدود غابة الحيوانات، ولا يسمح للأشخاص بالدخول. من وضع هذا القانون؟ نحن خصصت غابة للحيوانات نعيش فيها بسلام وأمان. ارجع حالا. لا، لم أرجع، لن أرجع. أرغمك على الرجوع. إنك عنيد ولا أقدر عليك. إنه حيوانات هذه الغابة أذكياء، يعرفون ما يخطط الصياد لهم. خذ سلاحك وارجع بسرعة قبل أن أغضب عليك. أسرع. اسمعني قليلا، إذا رجعت أنا سيأتي غيري من بلدة الجبل ليأخذ حجر القمر. إذا تريد حجر القمر؟ صدقت، لا أريد شيئا سوى الحجر. الحمد لله. متأكد أنك لا تريد سوى الحجر؟ طبعا، وبعد أن أخذه سأعود بسرعة. لا بأس، سأتركك تأخذه، ولكن سأراقبك طوال الطريق. قل لي يا ليث، لماذا لا تسمحون للصيادين أن يدخلوا غابتكم؟ لأننا مسلمون، ألا تصدقني؟ سأفتح فمي وأجعلك تنظر فيه. انظر. هل صدقت الآن؟ غريب، أنا لا أصدق ما أراه، لكن
الحيوانات هنا فعلا لا تأكل بعضها. عجيب. نحن نضطر أحيانا لقتل بعضنا، ولكن عندما نجوع لا كما يفعل الصياد بقتل الحيوانات دون سبب. انظر. لم يضحك أحد سواك لأننا نعرف أن الزرافة لا تستطيع أن تشرب بسهولة. إننا نساعد بعضنا بعضا. صحيح، فالمحبة أصبحت نادرة. ليث، تأخرت. كيف حالك يا ليا؟ سأذهب مع صديق الإنسان وأعود. لن أتأخر، لا تخافي. قلقت عليك، ألا تخشاه؟ لا، بل إنني سأساعده. كما تريد، سأنتظرك. لن أتأخر، سأعود سريعا. ماذا يا ليث؟ اتركه يا ليث، لم يعد منه خطر. قم يا رجل واخلع سترتك بسرعة، لا تضيع الوقت، لن يفيدك. أعطني إياها، هيا. هذه مصنوعة من المطاط، انظر يا ليث، مصنوعة بمهارة، 8 ثنيات ب8 أزرار. إذا ضغطت على أحد الأزرار تمتلئ إحدى الثنيات بالغاز المضغوط حتى يصير شكل السترة يشكل 8 أجزاء المختلفة. إنها حيلة بارعة، لكن ألا تظن أنها سخافة أن تحاول أن تمنعنا أو تخدعنا بمثل هذه السترة السيئة؟ اعترف لي، ما عدد الجواسيس الذين تبعوني؟ ماذا حدث؟ قصبة السهام. ليث انبطح. غريب، أنا لا أشم رائحة أي إنسان آخر. ليث، لا أجد حجر القمر. قال مرشد القبيلة إنه وجد الحجر هنا. هذا هو الجبل، الجبل الذي ذكره المرشد. هذا الجبل الأبيض. نعم نعم. إذن فالحجر قد تدحرج من الجبل مع مياه النهر. هيا بنا. ليث، هل أنت بخير؟ ليث، ماذا؟ ستتألم قليلا ولكن اصبر. ليث، ليث، لا تيأس. إنه يؤلم قليلا، لا تيأس، حالتك الصحية ستتحسن.
تحسنت؟ تحسنت، أنقذت حياتي من الخطر. هذا علاج للإنسان، لكنه ربما يصلح للحيوانات أيضا. ها؟ ستتحسن غدا. أشكرك، أشكرك على مساعدتك. أحب أن أسألك، لماذا تريد الحصول على حجر القمر؟ لماذا؟ لأن حجر القمر حجر غير عادي، إذا كهربناه يطلق طاقة قوية. اكتشف ذلك أحد العلماء بالصدفة، قوته تساوي قوة الزلزال. بسبب هذا يسعى الجميع للحصول على حجر القمر. أي شخص يحصل عليه قبل غيره يصبح غنيا جدا. لابد أن يكون حجر القمر في جهة ما من هذا الجبل. هذه طريق وعرة، انظر. أجل، هنا آخر حدود غابتنا، وبعد هذا تبدأ حدود جديدة. هيا نعبر الحدود. لا لا، لم نعبر الحدود قبلا، الأفضل أن نعود. انظر، أثار غريبة. أي حيوان ترك هذا؟ لم أرى في حياتي مثل هذا الأثر. أنصحك أن تعود، لقد أنقذت حياتي ولا أريد أن تفقد حياتك. لا نستمع لنصيحتك. أنا راجع. انظر، ما هذا؟ احذر. يبدو نباتا لا حيوانا. عجيب، ما هذا؟ كنز من المتحجرات، متحجرات الأسماك والسحالي. لعل البحر كان يغمر هذه المنطقة في العصور الماضية. ها، ما هذا؟ ليث، تعال يا ليث. انظر يا ليث، إنه حجر القمر، هنا وهناك وفي كل مكان. اكتشفت مكان حجر القمر يا ليث. مرحى، مرحى. لا تتحرك، لا تكن متفائلا، فحجرة القمر لنا نحن. حرصنا على أن لا يشم الأسد أبيض أثرنا، فنثرنا عليها دواء يزيل رائحة الأثر. ولكن من الذي أطلق السهم؟ أنت أطلقتها أيتها المرأة المتنكرة في ثياب ولد. يا لك من ماكرة. يا لصوص الأحجار، قبل أن تذهب، قبل أن تذهب نريد مساعدتك في اختبار الحجر لنعرف هل هو حجر القمر فعلا. تعرف أن حجر القمر يطلق طاقة هائلة إذا تكهرب، فإذا كان هذا هو حجر القمر سيحدث انفجارا كبيرا. اهدى يا بهجة، اهدى يا بهجة وفارق الحياة في سلام. اهدى. إذا كان هذا الحجر هو حجر القمر فإن الانفجار سيدمر 100 متر مربع. بقيت دقيقة. ها، ليث، وراءك سكين، ادفعها نحوي. أحسنت، أحسنت. اركب على ظهري بسرعة يا بهجت. أشكرك يا ليث، لقد أنقذتني، لم أتصور.
لم أتصور أن وجود مثل ذلك الوحش هناك. لا أحد لا أحد يستطيع النجاة منه. قضي حتما على رجالي بلدة السهل. ألم أقل لك إن الذي يتجاوز الحدود لا يرجع سالما؟ صدقت، لقد كنت مخطئا يا ليث، وأعترف أنني كنت طماعا. إذا لم نفكر يقتلنا الطمع. أعدك يا ليث أنني سأكون قنوعا بعد الآن. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هل أنت الذي كنت تلعب بخصبة السهام؟ إنني لست طماعا، ولكنني مغرور عنيد، وهذه القصبة هي سلاحي. هل تحب مال غيرك؟ ها؟ أجب، هل تحب مال غيرك؟ مسكين، لقد مات. ما الذي قتله؟ قتله الطمع يا ليا، الطمع. أعدك يا ليث أنني سأكون قنوعا بعد الآن، ولن أطمع في مال غيري. الليل الأبيض متى ينادي؟ هل كل يوم؟